طيبة سادتي الأكارم مشاهدي ومتابعي برنامج بانوراما. سادتي الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج بانوراما من استوديوهات بغداد، الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي المقدس ظهير الجيش العراقي الباسل، وأيضا الذكرى الثامنة لتفجير مرقد نبي الله يونس عليه السلام في مدينة الموصل من قبل عصابات داعش الإرهابية. سادتي الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وضيفكم في الاستوديو الأستاذ أبو رضا النجار، قائد محور الشمال للحشد الشعبي. أهلا وسهلا بكم أستاذ أبو رضا النجار. الله يرعاكم، شكرا جزيلا. حياكم الله أستاذ أبو رضا النجار. قبل أيام استعرضت قوات الحشد الشعبي المقدس استعراضا عسكريا مهيبا بحضور القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ مصطفى الكاظمي. لنتابع هذا التقرير ونعود معكم سادتي الأكارم لنتابع الاستعراض العسكري. يقترب الآن كردوس المكون التركماني، إحدى مكونات أطياف شعبنا العراقي المتنوع والجميل. ولأبناء هذا المكون صولات وجولات ضد المجاميع الإرهابية. نستذكر بفخر واعتزاز مشاركتهم الوطنية في الاستجابة لإنداء الواجب الشرعي والوطني والمشاركة في الحشد الشعبي. أطياف هذه الأرض رسم خالد في لوحة تزهو بها الألوان، عنوانها وطن يحيا الجميع به، قصب، جبال، نخلة، وديان. ويمر الآن من أمام منصة التحية كردوس قيادة محور الشمال، هذه القيادة التي تشكلت بعد فك حصار آمر للصمود، وكان لها الدور الأكبر في تحرير تلك المناطق، ولها صولات وجولات في قاطع قصبة بشير جنوب غرب كركوك. ولم تقف عند تلك الحدود، بل سجلت الحضور في كل بقعة في العراق كانت قد دنستها عصابات داعش الإرهابية، ويشهد على ذلك شهداؤهم الذين سقطوا في قواطع جرف النصر وعزيز بلد وصلاح الدين وبيجي والصقلاوية وقطع تل عفر، ومنهم الشهيد القائد عباس جوما وسيد جعفر الموسوي البشيري والشهيد الحاج شاكر محمود زين العابدين قائد معارك حصار آمر للصمود والشهيد محمد أسعد جابرلي. هذه القيادة التي استطاعت أن تجمع مكونات كركوك بمختلف أطيافهم وأعراقهم تحت خيمة ولاية الحشد المقدس، ولا زالت القدوة في كركوك وضواحيها. ورغم كل الواجبات التي أنيطت بها، فقيادة محور الشمال كانت ولا زالت تؤمن الحماية للزوار الأجانب الذين يتوافدون لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عن طريق الدول الرابط بين كركوك وبغداد ومحافظة الوسط والجنوب. ومسؤولية قاطع المحور يبدأ من شمال ديالى جنوبا إلى حدود أربيل في التون كوبري شمالا وبحيرة آمرلي غربا. تحية حب وتقدير إلى أبطال محور الشمال. حياكم الله مجددا، تحية واحترام وتقدير لأبناء وفرسان الميادين غيار الحشد الشعبي المقدس. سادتي الأكارم، أرحب بضيفي الأستاذ أبو رضا النجار، حياكم الله وبياكم أستاذ أبو رضا النجار قائد محور الشمال، وتهانينا ومبارك لكم ولأبناء الشعب العراقي ولأبناء الحشد الشعبي هذا الاستعراض الكبير المهيب الذي كان بحضور دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا بحضور وزير الدفاع وحضور أركان القيادة العامة للجيش والحشد الشعبي، وأيضا بحضوركم، واستعراض عسكري مهيب من قبل أبناء الحشد قوة التركمان بالزي التركماني القومي. أستاذ أبو رضا النجار، كان من المؤمل والمقرر أن يجري هذا الاستعراض في 15 أو 13/6، يعني لماذا تأخر هذا الاستعراض المهيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الدعوة. شكرا لحضورك. بداية أنا كذلك أهنئ المرجعية العليا وجميع العراقيين بمناسبة مرور 8 أعوام على تشكيل الحشد الشعبي، وتهنئة ثانية خالصة بمناسبة نجاح هذا الاستعراض المهيب الذي راح نتحدث عنه.
أما تأخير الخاص الذي حصل وليس تأخير وإنما استعدادات كانت تستوجب. كما شاهدتم الحشد الشعبي اختار في الكراديس الراجلة عدد 420 في 20. هذه في الجيوش المتقدمة في كل العالم، يعني قليل ما يختارون كراديس بهذا العدد، لأنه بحاجة إلى تدريب إلى تنظيم إلى. أما هذا النجاح الذي تحقق كانت تقريبا رسالة لكل العراقيين وكذلك للعالم بأنه الحشد دائما يختار الأمور الصعبة وينجح في إنجاز هذه الأمور الصعبة. نحن كقيادة محور الشمال شاركنا في هذا الاستعراض المهيب، ألويتنا لواءين كذلك اشتركوا تحت عنوان قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة 16-52. 16 كان عرضهم آلي و52 راجلا. قيادة محور الشمال أفواج المستقلة الكردوس الذي شاهدناه شاركوا راجلا، ولواء 15 شارك مشاركة آلية. طبعا بعد الاستعراض، قبل الاستعراض كانت العمل كان العمل جاري ليل نهار لإبراز وجه وقوة هذه الألوية البطلة التي دافعت بمجاهديها عن مناطقنا وحرروا جميع أراضينا، والآن يمسكون هذه المناطق بقوة. هذه أولا. ثانيا الفرحة كانت أكثر بعد الاستعراض، بعد نجاح الاستعراض. سألني أحدهم بأنه أراك فرحا جدا. قلت له كيف ما أفرح، لأنه أنا أنتمي لهذه المجموعة، وهي التسمية مو كلش أرغب قائد عمليات. أنا جندي. نحن قادتنا في هذا المحور هم أسماء الشهداء اللي سمعتوا، هم قادتنا الرحمة والغفران. نعم 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 سمعتوا أسماءهم. لكن مرة ثانية نرجع للاستعراض. الاستعراض طبعا شاهده عسكريون من الداخل ومن الخارج، ومسؤولين كبار وزارة الدفاع الداخلية كانوا حاضرين. كلهم أشادوا على هذا الأداء المنضبط وكذلك التنسيق اللي شاهدناه. فرحنا كثيرا لأننا أصبحنا ظهيرا للجيش العراقي. بل بعد الاستعراض ونتيجة متابعاتنا لتقارير الدول جميعا أصبح هناك حديث بأنه جيش الحشد الشعب العراقي ربما ترتيبه في المرتبة الرابعة أو الخامسة في هذه المنطقة من ناحية التنظيم وكذلك المعدات والآليات وكذلك في جانب العمليات والاستخبارات. إنها أخبار مصرة جدا، وخاصة العدو يشهد بأن هذه القوات تمتلك هذه المقومات اللي تحتاجها أي جيش لنجاحه، من استخبارات، من أمن، من دبابات، من مدرعات، من راجمات، من القيادة والسيطرة المتحركة، نظم المعلومات، وأمور أخرى. ربما قسم من بعض الأمور ما صار وقت، لأنه وقت كان محدد بساعة ونص حتى يتم العرض، يجب إخفاء بعض الأمور. فنهنئ صاحب الفتوى الذي كان له الفضل في بداية تشكيل هذه المجموعة تحت عنوان الحشد الشعبي، وكذلك نبارك لكل العراقيين الولادة الميمونة لهذا الجيش الظهير الذي سيكون ظهيرا لبقية إخوانه من القطاعات العسكرية من الجيش والشرطة الاتحادية وبقية الأمن، القوات الأمنية الأخرى، رد السريع،
حتى لا أنسى البقية، لأنه دائما نلام لأنهم لهم دور كبير في مناطقنا، مكافحة الإرهاب وبقية القوات، وسنبقى تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة ننفذ جميع الأوامر المناطة على عاتق هذا التشكيل المبارك للدفاع عن بيضة العراق والعراقيين. يعني كافة الصنوف القوات الأمنية أيضا اشتركت معكم في الاستعراض لمكافحة الإرهاب أيضا أعتقد. نعم. طبعا السنوات السابقة كنا نعرض لوحدنا كحشد الشعبي، لأنه تم دعوتنا كذلك من قبل الجيش العراقي في المشاركة في استعراض 6 كانون. فقيادة الحشد كان عندهم رأي بأنه ندعو بقية القطاعات للمشاركة معنا لنظهر هذه الوحدة، لكونكم مع يعني تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، كذلك التلاحم الموجود مع بقية القطاعات العسكرية. وفعلا هذا الذي حصل، كراديس من الجيش العراقي البطل، شرطة الاتحادية، وحرد السريع، وبقية القطاعات كانت مشاركة معنا في هذا الاستعراض، فأظهرنا وحدة في العمل والانسجام، وأرسلنا رسالة لخارج العراق بأننا متوحدون تحت قيادة واحدة، سنبقى كذلك للدفاع عن العراق. نعم أستاذ أبو رضا النجار، يعني تاريخ 10/6/2014 تاريخ أسود في تاريخ العراق، يعني سقوط محافظة نينوى من جراء دعاية سوداء، من جراء المناكفات السياسية والتجاذبات السياسية، سقوط المدن العراقية تحت تأثير الدعاية الإعلامية المغرضة، يعني كانت لها تأثير وتشكيل نواة لقوات الحشد، قوات للدفاع عن المناطق التركمانية في مناطقكم في كركوك وفي تازة وفي طوس، يعني طوس كانت معرضة دائما إلى عمليات إرهابية كانت تستهدف من قبل القاعدة وأيضا أذناب قاعدة، استهدافات متكررة لتلعفر أيضا، المناطق التركمانية كانت قبل سقوط هذه المناطق معرضة لاستهدافات الإرهابيين، يعني كيف ترى يعني انسجام ويعني تآلف هذه القوات مع تشكيل هذه القيادة، قيادة محور الشمال، مع تأسيس هذه القوات الحشد الشعبي وقوة التركمان من فتوى الجهاد الكفائي لسماحة السيد علي السيستاني؟ نعم طبعا السؤال مقطعين، السؤال الأول نعم. يعني هو كان يوم مؤلم نعم، ونحن نشاهد سقوط موصل. طبعا 10/6 ليس يوم سقوط موصل، هي التداعيات بدأت تقريبا بداية يعني نهاية التظاهرات والاعتصامات. نعم 13 كانت أكو بوادر، والشهر الواحد في 2014 الشهر الثاني أصبحنا نشهد تعرضات كثيرة خاصة من طرف الجزيرة على القطاعات العسكرية، معها كما ذكرتم يعني إعلام قوي للضغط على الجيش العراقي. الذي حصل طبعا يوم أسود، أيام سوداء في تاريخ العراق، لأنه كثير من العراقيين ربما صدقوا ما كان يقال، إلى أن دخلت مجاميع يوم 10/11 إلى نينوى وشاهدنا سقوط. دخلوا تحت عنوان الإسلام والدفاع عن المسلمين عن الحرمات، لكنهم بأعمالهم بيضوا وجه أولئك وآخرين، تعرضوا لجميع المقدسات على المساجد على الحسينيات. نبي يونس إنه نبي، لدينا تقرير أيضا عن نبي يونس سنة سنتين نعم. نبي شيت وهاي ما خلوا يعني أي موقع ما خلوا. العراقيين ربما بالبداية قسم من العراقيين كانوا يحسون بغبن حصل نتيجة التغيير الذي حصل، لكن أملهم بأنه هناك منقذين مسلمين وكذا. الأيام الأولى كانت بالنسبة لهم ربما فرح، لكن بعد مرور أسبوع أسبوعين وممارسات الداعش في كيفية التعامل مع الناس خاصة مع أهالينا في المنطقة الغربية، أوصلت رسالة بأن هؤلاء لا يفقهون شيئا عن الإسلام، بل يتحدثون بأمور غريبة على الإسلام.
الذي يعني كان هدف مخطط خارجي. أمام نعم من شتى أنحاء العالم جاءت تلك العناصر الظلامية. طبعا أنا ربما ما أقبل هذا الرأي بأنه مجموعة إعلام ماذا شون. أنا أقبل بأنه كانت هناك خطة دولية للقضاء على العملية السياسية على العراقيين على النظام الموجود في كل العراق وتسليم العراق لهؤلاء، وبعدها يتحركون باتجاهات أخرى باتجاه الجمهورية الإسلامية باتجاه ربما دول الخليج قضايا أخرى. السيناريو كانت بهل إلى قضاء على سوريا ولبنان. فتوى جهاد الكفائي لهؤلاء. نعم فتوى جهاد الكفائي أفشلت المخطط الذي خطط داعش. وجهز هم معروفون يعني الجهات الاستكبارية التي خططت، لأنه نوع التجهيز نوع الأسلحة نوع الآليات الإعلام الدولي التفاعل الموجود. نحن لنا اتفاقية عسكرية مع دول التحالف أمريكا على رأسها للدفاع عن العراق. دخلوا هؤلاء في مرأى ومسمع كل العالم. لم نجد أي تحرك إيجابي لإيقافهم. على أي حال رب ضرة النافعة، لكن الفتوى التي صدرت وكذلك أهالينا في الجنوب والوسط وقسم من المناطق الغربية ووجود أرضية خصبة عند الفصائل التي تلقت الفتوى وهيئت الأرضية وتمكنت من تنظيم ملبين الندوة الفتوى ملبين فتوى السيد السيستاني، فكل هذا تحول إلى جيش مساند لبقية القطاعات، وبدأ الانتصار العراقي شبرا شبر يتقدم بتقديم الشهداء والجرحى ودعم كل العراقيين إلى أن انتصرنا. وكان سهم محصة هذا التشكيل هذا الوليد المبارك الحشد الشعبي ربما حصة الأسد في هذه الانتصارات الكبيرة. ونحن كمناطق تركمانية من تل عفار إلى مندليل شارك أولادنا أبناؤنا في كل القطاعات الموجودة. الآن التركمان يتواجدون تقريبا في 12 أو أكثر من ألوية متواجدين غير الألوية التي هي تابعة للتركمان ومتواجدة في مناطقنا من 16 52 وقسم كبير من 15 والأفواج المستقلة. ونعمل يوما بعد آخر لتقوية هذه القطاعات الموجودة. الآن الحمد لله في مناطقنا نمتلك الدبابات والمدفعيات وكل الإمكانيات الموجودة، ولا نسمح بتكرار ما حصل في 10/6 في المناطق الأخرى. هذه استعداداتنا، وشاهد العالم كيف هؤلاء الذين كانوا قبل 8 سنوات لا يمتلكون الأسلحة يدافعون دافعوا عن مناطقهم بأمور بسيطة جدا. الآن يمتلكون ما يمتلكون وعدهم هذه اللياقة البدنية وهذا الاستعداد وهذا الأرض الباهر. والله أنا كجندي في هذا الحشد أفتخر ما شاهدنا في يوم الاستعراض وما نشاهده إن شاء الله في الأيام القادمة هي بشرى لكل العراقيين. فشكرا لصاحب الفتوى والذين ساعدوا في هذا التشكيل، ولا ننسى في هذا الموقع قادة النصر الحاج أبو مهدي المهندس الحاج قاسم سليماني وبقية الشهداء الذين كان لهم الدور الكبير في هذا في وصول هذا التشكيل المبارك لهذه المستوى من الاستعداد والأداء. طبعا رئاسة الهيئة و
رئيس الأركان والبقية جهودهم كذلك مشكورة، يعملون يوم بعد آخر من أجل الاحتفاظ وتقوية هذا الوليد كما قلنا الذي بلغ 8 من العمر ويتقدم ليكون بمستوى جيوش العالم المتقدم. نعم أستاذ برد النجار، يعني حدثت مجزرة بشعة، مجزرة بحق أبناء القوة الجوية، أبناء الطلبة العسكر في معسكر سبايكر في منطقة تكريت. يعني هذه المجزرة كي لا ننسى هذه المجزرة الأليمة التي حصلت بأبناء القوات المسلحة، بأبناء المحافظات الجنوبية، هذه المجزرة البشعة، يعني تاريخ لن ينسى تاريخ هذه المجزرة. لماذا ارتكبت هذه المجزرة بحق الشباب هؤلاء العزل؟ يعني كانوا عزل. يعني والله الحديث عن هذه المجزرة، يعني ماذا نتحدث؟ يعني في القصور الرئاسية حدثت هذه المجزرة، شاهدنا المجزرة حصلت مثلها في مدننا التركمانية. طبعا كانت لها تداعيات وأسباب. الآن على الحكومة على الآخرين بأنه تدارك لماذا حصل هذا الشيء، كان مخزي جدا. لكننا لا ننسى هذه الدماء. شاهدتم قبل أيام إعدام كم مجرم حقير من هؤلاء، كانوا مشاركين بعد سنين ظاهرا كان محتفظين بهم، ما أدري جاي يسوون، مفروض دول يعدمون في هذا الموقع، نفس الموقع. على أي حال ثأرنا من أغلبهم، والقسم البقية الباقية قسم الآن شاردين في دول متعددة، لهم يوم إن شاء الله. لكن هاي الذكرى الأليمة دائما مفجعة جدا اللي يشاهد هذه التاريخ العراقي بها. في التاريخ عند نرجع أكو فترة مظلمة، هي هاي الأيام كانت من الفترات المظلمة. أكو ناس كنا نعتبرهم عراقيين لكن شاهدناهم كيف يتعاملون مع العراقيين، إنهم لا دين لهم ولا. طبعا حزب البعث كان وراء هذه الحادثة، نذكرها للعراقيين خلي يعرفون. يتحدثون أحيانا عن أيام عن أيام، ما شفنا من أجوا، كل تاريخهم أسود، وذول هؤلاء كانوا ينتمون إلهم لعشائر تدعي الانتماء لهذا البعث الحقير وبقية المنظمات الإرهابية. ارتكبوا ربما تاريخ يدين لهذا اليوم، سيقف خجلا دائما عندما يرى هذا التجاوز وهذه الأعمال البشعة لناس يدعون انتمائهم للإسلام. استغفر الله، والله أبشع الناس ما يقومون، يعني حتى الحيوانات ما عندهم هيك ممارسات. على أي حال يكون هاي الذاكرة تبقى حية نستفاد منها. نحن كذلك في مناطقنا مورست ضدنا هذه الأعمال البشعة، في بشير، في أطراف تازة، في تل عفار، في قرى بيات، في أطراف آمر لطوس قرمات وكان على وشك السقوط، كذلك داقوق، ألطن كوبري، جميع مدننا الذي في سهل نينوى تعرضنا لأبشع الأمور. لكننا تعاملنا بعد ذلك بحكمة، لأننا ننتمي لمدرسة مدرسة إمام الحسين، نحن مسلمين. الآن قوتنا الحمد لله وصلت إلى مرحلة ما نسمح بإعادة هذه الأمور، لكننا لا ننسى تلك الأيام. تلك الأيام تنادينا ربما دائما ليل نهار بأنه يجب أن نتحود، نتقوى يوما بعد آخر، نكثر الأعداد، نكثر الإمكانيات، الألوية وبقية الأمور، لأنه الأيام القادمة كذلك حبلة بتخطيط الذي خطط لداعش الآن يخطط لغير داعش. الذي قام بالمجازر، هناك ناس يمتلكون هذه الروحية البشعة في الانتقام، هؤلاء الآن قسم من عندهم متواجدون في مناطقنا. فيكون نأخذ الحذر ونثبت على طريقتنا المثلى لتجاوز هذه
العقبات في المستقبل. نعم أستاذ أبو رضا، يعني في مثل هذه الأيام تعرضت ناحية آمرلي الباسلة البطلة إلى حصار شديد من قبل العصابات التكفيرية الظلامية، ولكن صمود أهالي ناحية آمرلي أعتقد الآن تحول إلى قضاء، ولكن ليس بشكل رسمي، هناك بانتظار لا الأوامر الإدارية. حتى رسميا لا صاروا قضاء، أصبح قضاء آمرلي. نعم تهاني لأبناء قضاء آمرلي الأبطال، تحولت مدينتهم إلى قضاء. يعني صمود أهالي آمرلي أثبتوا بأنهم على جدارة، بأنهم على شجاعة، لم يسمحوا لعصابات داعش الإرهابية بتدنيس ناحية آمرلي أو مدينة آمرلي. هذه المدينة الباسلة الصامدة كانت البوابة لانتصارات كبيرة التي شرعت بها القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها ومسمياتها. طبعا أنا راح أربط قضية نعم. مع صمود آمرلي نعم. والدفاع عن آمرلي وبقية المناطق كيف. أولا أريد أذكرها للتاريخ بأن التركمان المكون الثالث في هذه الفترة تحملوا العناء الكثير نعم. لكن دفاعهم في كل مناطقهم أثبت للعراقيين بأن أصالة هذا المكون العراقي نعم. لذلك تم تقريبا تكريمهم في هذا الاستعراض الأخير. شفتم التركمان نعم. نزلوا كمكون كيف عرضوا بملابسهم بزيهم التركماني هذه الرسالة للداخل والخارج بأنه نحن التركمان العراق سنبقى المكون الأصيل الذي دافع وسيدافع. نعم. عمر علي ما حد ينسى عمر علي القائد العسكري العراقي كيف كان على وشك دخول إلى القدس كيف خطط. هو تركماني ينتمي إلى كركوك لكنه بالتالي تركماني عراقي نعم. مثل العراق أفضل تمثيل في جولان وفي معارك 1948. كذلك نحن في هذه المناطق. أرجع إلى سؤالكم بأنه دفاع عن آمرلي، والله كان المخطط بأنه يدخلون على آمرلي ويقومون بإجرام ما بعده إجرام، لكن الصمود الذي لمسه العالم من أهالي آمرلي من نساء من أطفال من شيب وشباب كانت النتيجة فك الحصار. لا ننسى بأنه جميع المناطق التركمانية من توس خرماتو من بقية قرى البيات من داقوق من تازة من بشير من تسعين من كركوك وبقية المناطق كلهم من تل عفر شاركوا مع إخوانهم الآخرين من أجل تحرير وفك الحصار عن آمرلي مع بقية القطاعات الأخرى. وأرجع أقول الدور الكبير لقائد هذه المسيرة في تلك الفترة في المنطقة حاج أبو مهدي المهندس ورفيق دربه الشهيد قاسم سليماني والدور الجمهورية الإسلامية. لولا هذا الدور والله كان تحقيق هذه الإنجازات صعبة جدا، لكن الذي تحقق بوجود هذا التلاحم وحضور الجيش العراقي وبقية القطاعات اللي كانت بقيادة قادة النصر وبقيادة أهالي آمرلي من الداخل. شاهدتم المرأة الآمرلية كيف تستقبل القوات، شاهدتم الأطفال كيف يستقبلون البقية بهتافات. إنها كانت ملحمة كربلائية. فإحنا من دخلنا حج قاسم صمود أسطوري نعم. كانوا يسلمون نعم. على أهالي آمرلي يقولون لهم سلام عليكم يا أهالي كربلاء يا من تنتمون لمدرسة كربلاء. هذا الشيء لمشناه كذلك في تازة خرماتو. نعم سادة أبو رضا النجار، يعني الناحية تازة كانت الصد المنيع لمحافظة كركوك لمدينة كركوك. نعم هذه تازة نذكرها دائما. هذه الناحية تعرضت إلى ضربة كيميائية أيضا. لولا خط تازة خرماتو والله كان كركوك الآن في خبر كان وانتهاء المدينة. الصمود حصل في تازة
بعد دخول القطاعات إلى بشير وتقديم التضحيات الكثيرة، بل دائما نذكرها وسنذكرها في كل لقاءاتنا بأنه المدينة التي استخدمت قنابل كيميائية ضدها لم هي مدينة تازة خرموتو. طبعا تحية إجبار إكبار وإجلال لجميع مناطقنا، يعني ربما أنا ما ذكرت ليلان، أهاليهم كانوا يدافعون في تازة خرموتو، مركز عملياتنا، مركز العمليات للمنطقة كانت في تازة خرموتو، فتحملت ما تحملت وتحقق النصر، والحمد لله الآن هذه المناطق تنعم بالأمن والاستقرار بهذه القوات وتلاحمها مع بقية القوات الأخرى. لا ننسى مناطق هي كانت بداية للحركة الإسلامية، هي 90 وفي كركوك وبقية المناطق، كذلك كانت في هذه المعارك تضخ بالشباب وبالمجاهدين لمساعدة بقية المناطق الأخرى. طوس خرماتو وما أدراك ما، نعم. يعني تضحياتها داقوق، يعني كل مناطقنا هي عباراتنا. نتحدث عن قرى البيات أطراف آمرلي تشردغلي براوتشلي، يعني هاي مناطق وناحية ألتون كوبري، نعم ناحية ألتون كوبري قبل والآن ليلان وبقية ربما يحيى وبقية المناطق لا أنساها، كل مناطقنا شاركت وتشارك مستقبلا هم كذلك في الدفاع عن العراق والعراقيين. فهنيئا للمكون الثالث على هذا الأداء، وهنيئا لنجاح الاستعراض، كل من شارك في الاستعراض. أخذنا قرار بعد فترة سنشرك بقية القطاعات التي لم تشترك في هذه المناورات، وحتى يتهيئون ليكون الجميع على استعراض، ليكون الجميع على استعداد لأي استعراض مكلف مستقبلا ولأي واجب. طبعا في نفس الوقت اللي كان جماعة يستعرضون في الاستعراض، كانت قطاعات البقية ليل نهار ماسكة المناطق، الطرق الرئيسية تحمل مارة وتراقب العدو للقضاء على فلوله أينما كان. نعم أستاذ أبو رضا النجار، يعني حدود مسؤوليتكم، حدود المسؤولية العسكرية لقواطع العمليات، أعتقد من شمال ديالة وصولا إلى، نعم، تخوم محافظة بعد إنجانة. نعم بعد إنجانة، نعم، قبل الوصول إلى آمرلي. تقصد إنجانة جبل حمرين؟ حدود نهاية إنجانة جبل حمرين. جبل حمرين، نعم، نعم. من هناك تبدا الى تقريبا ألتون كوبري واتجاهنا البحيره الجانب الغربي، وشرقا جبال طوس خرماتو الى ليلان، ومن هناك الى سيطره كركوك سليمانيه، وتمتد رشاد وحويجه ضمن رشاد وحويجه، وهي المناطق نعم هي تابعة للهجر الشعبي. أحيانا الأخوة يتبعون في محور الشمال عملياتيا، أحيانا يتبعون قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة. هي طبعا كلنا نعمل كفريق واحد بالمنطقة، توزيع المهام على ضوء التضاريس وقرب القطاعات الموجودة. طبعا أنا في هذا اللقاء هم أشيد باستعراض كردوس 61 ل 61، اللي مثلهم هم أبطال من أهالينا من حويجة رشاد وعباسي وزاب هذه المناطق، وكان تسلسلهم ممتاز جدا لأنه أدائهم كان راقي. ف 61 كذلك شارك مشاركة فاعلة في هذا الاستعراض المهيب. دوركم أستاذ أبو رضا النجار، يعني نحن مقبلون على شهر محرم من الحرام، دوركم في حماية المواكب ودوركم في استقبال الوفود القادمة من خارج العراق مثلا، من تركيا ومن طبعا في كل المناطق،
اكو لجان امنيه مشتركه تشترك القطاعات المتواجده في هذا الواجب. نحن كحشد الشعبي في جميع هذه المناطق نشترك في هذه اللجان ونقوم بواجب الحمايه الملقاة على اعاتقنا، ان كان حمايه التعازي في الحسينيات والجوامع، وكذلك التحرك اللي راح يحصل لاحقا. كما تعلمون يعني أهالينا بعد العاشر تقريبا ورا 20 سفر يتجهون إلى كربلاء قبل بأيام، يعني هذا الواجب قطاعاتنا تؤديها برحاب الصدر وبأريحية. الفضل الموجود في هذا الأداء الجيد في مناطقنا التعاون والتماسك بيننا وبين أهالينا. نحن كحشد متواجد في هذه المنطقة حشد محلي من هذه المناطق، فلذلك أهالينا يتعاونون معنا لنؤدي أدائنا بصورة صحيحة في كل المراسم والشعائر المذهبية المقامة. نعم سادة أبو رضا النجار، يعني هنالك يعني نستبشر خيرا بعودة المسوخة عقودهم من أبناء الحشد المقدس، يعني أيضا هنالك يعني لربما تطمينات لعودتهم مثلا أو لتسجيل عناصر جدد مثلا بالحشد الشعبي مثلا من أبناء المناطق. طبعا هذه قضية مهمة ربما نتحدث عنها. أولا كما تعلمون يعني قدمنا الأسماء نحن لواء 16 وكذلك 52 وبقية الأفواج المستقلة، قدمنا يعني متطوعين جدد، لا المفسوخة أسماء مفسوخة عقودهم. نعم بلغ عدد اللي قدمناه تقريبا الآن تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة، لأنه مفسوخة أعداد كثيرة قدمت بأنه أنا من ضمن المفسوخة، لكن أكو شرط للمشروع بأنه مستلم راتب عند اسمه موجود بالبودرة. دول أعدادهم كثيرة إلى الآن كوجبة أولى ثانية ثالثة رابعة، الآن أكو وجبة خامسة سادسة إن شاء الله راح تظهر أسماءهم في الأيام القادمة حتى يكون العدد. إحنا عدد المشروخ اللي طالبنا أو حسب ادعائنا قوائمنا الموجودة 1500 نفر. اعتقد قبل ايام جرت قرعه في ناحيه تازه ايضا لتسجيل اسماء جديده. هاي قضيه اخرى بانه غير المفسوخه اكو تعزيز للقطاعات للمناطق. رئيس الهيئه احيانا يخصص عدد، نحن كذلك موعودين في المنطقه تم تخصيص هذه الاعداد هاي لتعزيز القطاعات. هناك اعداد كذلك في المستقبل القريب لتعزيز كذلك، لاننا طالبنا بتقوية ألويتنا إن كان 16 52 15 وبقية الأفواج المستقلة، بل أكو مشاريع نتحدث عنها إن شاء الله في الأيام القادمة. يجب تقوية وتعزيز القطاعات الموجودة لتقوم بمهامها بصورة مثلى في الدفاع عن هذه المناطق. وكذلك أعلننا الهيئة نحن على استعداد بأنه أي واجب نكلف به إن كان في نينوى في صلاح الدين في أي منطقة أخرى، وهي ثبتناها سابقا قطاعاتنا وأبطالنا شاركوا في تحرير نينوى في تحرير اللعفر سقلاوية في بيجي عزيز العراق جميع المناطق، ولنا شهداء في كل هذه المناطق نفتخر بهذا الأداء لأننا دافعنا عن بلدنا وعن مدننا. نعم أستاذ أبو رضا النجار، يعني نبقى في محور تعزيز القطاعات مثل ما ذكرت حضرتك، يعني الشروط المطلوبة ضمن المواليد مثلا أو اللياقة البدنية أعمارهم. هي أكو اجتمارات تملى. نعم. قطعا يعني العمر يكون عمر محدد و شرائط موجوده، يعني الاخوه هذه الشروط تطبق على المفسوخة عقودهم ايضا وعلى المتطوعين الجدد. طبعا المفسوخة عقودهم يعني اي واحد يدخل اسمه اكو لقاءات يدزون عليه قبل ما يوطن، يعني اكو مواصفات خاصه اذا عمره كبير يتعاملون وياه يدخل بعدين يطلع الشباب، يعني قطعا يعني عمر محدد من 18 الى ليكون اكبر من 48 هاي الاعمار.
والأخوة في المناطق طبعا عندهم دائما قوائم موجودة، لأنه شباب كثر يرغبون في الدخول في الحشد الشعبي للدفاع عن مناطقهم. فالتعزيز قادم، المفشوخة إن شاء الله الوجبات الجديدة راح تظهر في الأيام القادمة حتى يتم تعزيز كل القطاعات الموجودة حتى يعملون بصورة جيدة ونملأ الفراغات الثغرات التي كانت كما تعلمون مناطقنا مناطق وعرة وبحاجة إلى أعداد لمسكها ومساعدة بقية القطاعات للمساعدة في هذا المسك. وأضيف بأن الحشد الآن التجأ لأساليب إلكترونية المسيرات وقضايا أخرى للسيطرة على هذه المناطق، ونتقدم يوما بعد يوم عن طريق الجانب الفني في كشف وكر الدواعش والقضاء عليه. نعم أستاذ أبو رضا النجار، أيضا في محور استحقاق عوائل الشهداء، يعني مستحقاتهم من شهداء الحشد الشعبي وتحديدا قوة التركمان مثلا. نعم احنا عندنا دائرة في دوائر وفي مديريات أقسام في كل الألوية، نعم، وكذلك في القيادة. عملهم خدمة عوائل الشهداء والجرحى. إلى الآن أنا أشيد بعملهم في كل المناطق، لأنه دائما يقومون بخدمة هذه العوائل. ربما أحيانا يحصل نقص، لكننا نعمل سوية، لأنه لولا هؤلاء لما كنا. فإن شاء الله نعاهدهم جميعا بأننا سنبقى ندافع عنهم وعن الدماء التي أريقت في سبيل أن نبقى ويبقى الآخرين للدفاع عن مناطقهم. ويبقى العراق شامخا وصامدا بوجه موحداً كل التحديات الإرهابية. نعم نعم تفضل استاذ. نعم موحد، يعني احنا من نسمع اسم العراق، يعني احنا ننتمي للعراق. اكيد العراق موحد. نعم والعراق ان شاء الله يبقى موحدا. الجيش العراقي ان شاء الله عن قريب سيسيطر على كل الحدود الموجود، ونحن معه وبقية القطاعات العسكرية، لأنه بلدنا يستحق، بلد الأئمة، بلد الأنبياء، بلد الخيرات، بلد التضحية، بلد الإيثار، بلد الحشد الشعبي. تحية للجيش العراقي ولكافة صنوف القوات المسلحة بكافة صنوفها ومسمياتها، وأيضا للحشد الشعبي غيارة الحشد فرسان الميادين. شكرا لكم للأستاذ أبو رضا النجار قائد محور الشمال للحشد الشعبي. شكرا لكم على حضوركم معنا في برنامج بانوراما من استوديو بغداد. شكرا لكم. أنا أشكركم جدا. وشكر موصول لكم سادتي الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء، ولقيانا وإياكم في الأسبوع المقبل إن الله راد. إلى اللقاء.